يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بايونيرز. ضيفتنا اليوم رائدة لبنانية أبحرت في محيط الشعر والأدب واختلجت في أعماقها الكثير من المشاعر الصادقة لتتحول فيما بعد إلى خواطر وقصائد شعرية تجذب الأذهان وتأسر الوجدان. برحب بالكاتبة والشاعرة المتميزة والمتألقة الشابة المرهفة لودي شمس الدين. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك لودي معنا. أهلا فيك لودي. خبرينا بداية أمتين بدأت رحلتك بمجال الكتابة والشعر وما الدافع وراء ذلك؟ أوكي، أنا بلشت كتابة بعمر 13 سنة وتطورت. يعني أول شيء الواحد ببلش يكتب خواطر بعدين لحتى يرتقي ويصل إلى مرحلة الشعر. يعني حتى لو قد ما وصلنا بنحس دايما بعد شيء ناقص حتى نتطور ونصير نكتب بطريقة أجمل قصيدة شعرية. الدافع أنا بقول أنه أصل الحياة وأصل الوجود هو الشعر. يعني دايما كنت كل ما أبعد عن ذاتي وعن نفسي الشعر بردني لنفسي، فهو أصل الوجود هو الشعر. القضايا والمواضيع والأمور اللي كنت تتطرقي فيها ولازلتي خلال كتاباتك الشعرية والنثرية. نعم، بتطرق لكل هو الشعر هو الإنسان. يعني كل المواضيع اللي منعيش فيها، كل القضايا الاجتماعية اللي منمر فيها بتخلي يكون عندي دافع لأكتب شعر. يعني مثلا بكتب عن الأم، عن الأب، عن الحب، عن الوطن، كل شيء يصب نحو الشعر. خلينا نستمع هلأ قصيدة عن الحب. يلا. قصيدة بعنوان رقص في النار، رقص أمام النبع، رقص فوق الرمل. عيناك شمسان محفورتان على وجه الريح، يداك زمنان من الأمان يكبر عمري بينهما كطفل ماء، وصوتك كون يكور الحياة على هيئة ليلكة زرقاء. رقص أمام النبع، رقص فوق الرمل، ورقص في النار مثل دموع النور. ترقص عيني أمام وجهك، وجهك العارف كل لغات الفراشات والورد. الشجر أمام ظلك رماد أخضر كريستالي، والوقت أمام وجهك زمن بأربعين عمر. ضحكتك أصل خمر الليل وإيمان الصبح، رقص في النار، رقص أمام النبع، ورقص فوق الرمل. أنفاسك ميزان للمدى ويد للنجوم الوحيدة. رجل يتعب الغيمة إذا نعس، يوجع النهر إذا تألم. رجل يطوي المسافات لعرائش نور. سيد الجمال الأول والأخير. شمالا يحط الحمام أمام قدميك، وتتسع عيون الغيب الشاردة بتفسخ العشب فوق جبينك. رقص فوق الرمل، رقص في النار، ورقص أمام النبع. شمالا تنطلق المراكب ويبقى الدمع والحصى في يد الصيادين، الصيادين الذين سالوا عن مقامات الموج ولا أدرك معنى البحر. البحر رسالة الذاكرة المتروكة، في الأقدار أسرار وفي الأسرار أقدار. عن جد واو، اسم الله عليك لودي. شكرا. قديه بتاخدي وقت بتحضير هيدي الكتابات والقصائد الشعرية؟ نعم، أحيانا يعني بتاخد كتابة القصيدة نهار، أوكي، بس طبعا يعني على تقطع. أحيانا يومين، أحيانا أسبوع، أحيانا بكتب قصيدة وبتركها لبعد شهر. وبشكل عام من وين تستوحي أفكارك؟ القصيدة هي عبارة عن خيال زائد واقع. يعني بستوحي أحيانا، يعني لما أكون عم بكتب اللاوعي طبعا دايما بيشتغل عندي أكتر من الوعي، لأنه بس خلص القصيدة بقول إنه إيه كيف طلعت هيدي القصيدة، فاللاوعي بيستوحي من كل شيء، وخاصة الطبيعة هي مرآة القصيدة طبعا. يعني اسم الله عليكي، يعني لودي انت تعتبري انه بسن صغير وحتى يعني من عمر 12 سنه 13 سنه حسب ما عم بتقولي بلشتي هيك يستهويك الكتابه والشعر. كيف كانت متابعه اهلك لك؟ هل كان في دعم من قبلهم؟ طبعا يعني اهلي لحد الان دعمنا
في حدا دايما حد بهذا الموضوع. واول كتاب وقعته كان مثل كادو لي يعني من بعد نجاحي، كان عمري هيك شي 18 سنه، بعنوان ساكن الكلمات. فالاهل عندي هن دايما الدافع والداعم الاول والاخير. ومين كمان من الاشخاص اللي كانوا داعمين لمسيرتك الى جانب اهلك؟ صراحه دكتور محمد علي شمس الدين الله يرحمه. الله يرحم روحه. نعم، كان داعم لك بمشوارك الادبي بكل شيء، داعم على صعيد الحياه من شتى الطرق ومن شتى الجهات. يعني اكيد واضح قد ايه هيك في يعني محبه. كتبت له قصيده كمان وفينا نسمعها؟ طبعا. قصيده لميمو والجاردينيا. ما الذي تركته الخدوش على اصابعك المريضه؟ لعله الشفاء الاخير للعالم المنطوي كنهر جاف. الفجر يتلصص على النايات الباكية في أفواه النجوم، والسماء تدور في السر حول شروخ قدميك. قدماك تغرق وتتلاشى نقطة 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 فوق التراب. يطوف الدم ويتعانق الخنجر مع الجاردينيا. الجاردينيا تبكي، يطوف الدمع وتصبح سلاسل الأرض من الخمر والحيرة. نقطة نقطة يجن عقلي، يجن عقلي وتصبح أحوالي من أحوال الغائبين منذ 2000 عام. فالحد الفاصل ما بين الميم واللام البرزخ والقصيدة، والحد الفاصل ما بين البرزخ والقصيدة العشق. ميمو هي أول صورة للتكوين. ميمو لغة الحجر، الماء، الريح والنار. ميمو الموسيقى، ميمو الجمال المشتهل للجروح. ميمو الشعر، ميمو الهيام، ميمو الصلاة، ميمو العبادة. ميمو الستر الخفي عن أيادي الزمن، وآخر سبيل أعبر من خلاله نحو الله. اسم الله عليك لودي، كلام مؤثر جدا. شكرا. والله يرحم روحه الطاهرة للأستاذ الكبير محمد علي شمس الدين، والله يحميك ويحمي أهلك. شكرا. أكيد لودي، هل اعترضتك صعوبات وتحديات كثيرة أثناء مزاولتك للكتابة والشعر؟ نعم، بالحقيقة أي شاعر أو أي فنان أو أي إنسان بيواجه صعوبات وتحدي بالحياة، ولكن أنا بالنسبة لألي أنه هيدا التحدي هو اختبار، ولينجح الإنسان هيدا الاختبار لازم يتحلى بالصبر والقوة والإيمان طبعا بربه والإيمان بالنفس. أكيد، والاستمرارية. والاستمرارية هذا بيولد الدافع والاستمرارية لأكمال المسيرة. أكيد صحيح. بهنيك من قلبي. هنالك العديد من النقاد والأدباء بالعالم العربي تحديدا بيعتبروا أن الشعر الحديث المتحرر من الوزن والقافية ليس شعرا، كيف بتشوفي هذا الموضوع وشو ردك لألون؟ صراحة بالحقيقة بتعرفي هذا السؤال كثير انطرح علي قبل، انه في البعض بيعتبر انه قصيده النثر او القصيده الحديثه هي ليست شعر. انا برجع بكرر نفس الجواب، انه اللي بيشوف انه قصيده النثر هي منا قصيده شعريه صراحه يعني هيدي مشكلته، بيكون عنده هيك غبش يعني فينا نقول او ضباب حول مفهومه لموضوع الشعر. لانه انا بالنسبه لي الشعر هو شعر بيفرض نفسه بكل حالاته، وحتى هيك في خروج عن المألوف وعن المعتمد. هيدا يعني الشعر بتقولي الخروج عن المألوف اللامتوقع، يعني هيدا هو الشعر. يعني ما في بيكون في ثبات بكل شيء، يعني مثل ما معتمد ومثل ما الأفكار الموجودة. يعني صحيح، هي قدرة الشاعر بالخلق بالإبداع، ما هيدا هو الشعر، أنه تخلق شيء من شيء هو منه موجود، بيعتمد على الخيال وعلى الواقع اللي عم نعيشه. يعني حتى انت لودي بالقصائد اللي عم بتقوليهم هلا، في اللغه العربيه عندك كثير يعني قويه وعم تشتغلي على هذا الموضوع. يعني صحيح، خبرينا اكثر كيف قدرتي تتطوري بمجال اللغه العربيه والشعر. القراءه،
يعني أنا بقول دايما القراءة ثم القراءة ثم القراءة، ودايما لازم يبقى الشاعر خاصة أنه يكون في نهم، يعني نهم للمعرفة، نهم للبحث، نهم للاستكشاف. فهيدا الشيء بيأدي بيولد عنده الإبداع، بيولد عنده التطور. يعني ولا إذا هيك ما بيتطور، بيضل محله. خلينا هلأ كمان نستمع لبعض القصائد يلي بحبهم قلبك. يلا. قصيدة هي من قصائد صغيرة بالعنب. متعبة متعبة من النوم، السهر يرهق الحيوان، أغسل وجهي بالدموع، أمسح حمرتي بشفرة حادة، على خدي قطع من السماء التي تكسرت في العتمة، وبين صدري آية من الله، أحدق طويلا في المرآة، أتأمل شكل شفتي حينما تغرق حنجرتي كحجرة في بحيرة الصمت، خصل شعري سحابات مليئة بالمطر، لست عارية تماما لكنني مثقلة بلحمي وسنوات الآتيات، أمارس الرقص مع الوجع، أتأمل سرتي وأصابع الزمن الجافة تقرصها لترتجف أكثر، أتأمل بعيني، أحس بأن الأشياء تثقل، كيف أزين الريح المتأهبة للموت؟ حاولت أن أواصل صراخي ببطء على الزجاج، لكن عنقي خافت من ازدواجيتي على المرآة، لست وحدي، الطيور من حولي تنظر إلي، وأنا أرمي خواتم أكاذيب الأنوثة، لا، لست وحدي، ولا أذكر من مارس معي لعبة الحياة، كلما أذكره بأنني وجدت نفسي نائمة على رخام الغيب المردد، متعبة متعبة من النوم، السهر يرهق الحيوان. واو، بسم الله عليك. مين هن الكتاب والأدباء اللي تأثرت فيهم لودي، سواء محليا أو عربيا أو عالميا؟ تأثرت بعدة شعراء طبعا، بعد الدكتور محمد علي شمس الدين فينا نقول تأثرت بخيمة سابينس، أمسي الحاج، رامبو. أنا بقرأ للكل، يعني بقرأ الشعر الغربي وبقرأ الشعر العربي طبعا يعني، ولكن أنا بحس يعني بشوف أنه بميل بقصائدي للشعر الغربي أكثر للشعر الغربي. نعم. وين بتشوفي حالك مستقبلا؟ إلى العالمية، يعني شاعرة عالمية إن شاء الله. أنا أكيد بشوف هيدا الشيء. شكرا. يعني عندي نظرة بهيدا الموضوع، وأنا واثقة بهالاجتهاد يلي عندك وهالإلقاء وهال يعني هالأمور الإيجابية، أكيد إن شاء الله بتوصلي لمكان مهم. المؤلفات يلي صدرت لإلك. نعم. المؤلفات الشعرية. صدر إلي ساكن الكلمات، وصدر خنجر في الهواء، وخنجر في عصب الموسيقى، وإن شاء الله هلأ عم بعمل على إصدار ثالث. كتير حلو، فينا نعرف هيك تفاصيل يعني المواضيع اللي بدك تتطرق إلى إلون؟ طبعا. في مواضيع متنوعة أو عدة مواضيع مثل خنجر في الهواء، خنجر في عصب الموسيقى، ولكن قصائد طبعا بطريقة مختلفة بشكل مختلف. نرجع لعلاقتك مع أهلك. نعم. حسب ما خبرتينا أنه في ألفة ودعم من قبلهم لإلك، خبرينا أكثر يعني كيف كانت مرافقتهم لمشوارك الأدبي والشعري؟ يعني نعم، يعني أنا مثلا بدي أخبر هيك قصص صغيرة، يعني لما يكون عندي مثلا أمسية شعرية أو عندي مثلا انترفيو على تي في، فدايما ماما هي الملجأ والمرشد اللي يعني ماما هيك مناسب هيك مش مناسب، بلبس هيك بعمل هيك، فبعدني لهلا دايما بلجأ لها الماما. وشو وبالنسبة لبابا كمان ذات الشيء، يعني بابا أي ساعة طالعة اليوم شو بدنا، عرفتي كيف؟ في يعني في تتبع لمسيرتك بكافة التفاصيل. صح. وهذا الشيء كثير، ولما تخلص الانترفيو أيمتى بدهم يعرضوها بعتي لي اياها، عرفتي؟ فكتير بيتابعوا هذا الموضوع. وكمان اخواتك نفس الامر. اخواتي طبعا، وكمان عندي هيك صديقة واخت هي لي كمان هي بتساعدني وبتوقف حدي وبتدعمني دايما يعني. وشو بتحب توجهي لهم رسالة من نوع آخر، يعني من نوع القصيدة؟ بدي أقولهم هيك بطريقة سردية فينا نقول إنه أنا بحبكم كتير، ووجودكم بحياتي هو الداعم الأول والأخير لكل مسيرتي الحياتية، سواء بالشعر، سواء على صعيد العمل، سواء على صعيد المهنة، بكل شيء.
ونحن بنعرف انه لودي انسانه مثابره، يعني شغلك مش بس بيقتصر على الكتابات والقصائد ولكن ايضا عندك شغلك الخاص، خبرينا اكثر هيك تفاصيل عن هذا الموضوع. نعم، انا بشتغل كمضيفه ارضيه بمطار بيروت. هلا بالحقيقه العمل اثر على شخصيتي بشكل ما، بس ولكن مش على شعري. يعني مثلا مثل ما قلت بالحلقه اللي فاتت انه اثر بيعلمني كيف اتعامل مع مختلف انواع الاطباع اللي بتمرق بحياتي بشكل يومي، بيعلمني قدره شخصيتي. صح أكثر. يعني بيعطيني قدره التحمل، قدره الصبر، قدره تقدير معنى تحمل المسؤوليه، تحمل التعب، المثابره. يعني مره هيك قلت لحالي انه صح الانسان بشكل عام هيدي حياته بيمرق بكثير ظروف، ولكن الظروف هو لنقول بضل نهار زعلانه او نهار تعبانه، هيدا الشيء بيتغير. بمعنى انه الانسان لازم يكون اقوى من الظرف، لانه هو القدره المتحكمه، هو القدره المسيطره على اي ظرف بيقدر يمرق فيه بحياته. وحتى خلال مسيرتك بعملك بيطلع معك افكار جديدة بتخدم الشعر والكتابة، صح؟ نعم، مثل استقبال وتوديع، قيمة الفرح لما نستقبل شخص كان غايب يمكن لسنوات، وقيمة الوجع لما نفقد شخص مضطر انه يغترب عن بلده لظروف معينة. بيولد عند الشاعر مشاعر طبعا هيك جياشة مثل ما بيقولوا. صح، كل شيء يحرك الشعر. الهام. طب شو بنحب هيك، حابين نسمع منك بعض القصائد ايضا، لانه لفتي لنا نظرنا بهالقصائد اللافتة اكيد. نعم، في قصيدة انا كثير بحبها هي لخيي. اوكي. قصيدة مهداة إلى أخي. عندما ترن أجراس النهر تصعد الشمس نحو السماء، ويجرح الغيم يجرح الغيم من بكاء طفلة وحيدة في الغابة. الماء يخفي صوت الكلمات، الريح تخنق الفراشات، والأرض تخفي شكل الوردة التي تبحث عن شكل فمك الذي يولد الهواء كلما ضحك. أخي، عيناك مسندي وإيضاحي الوحيد لكل ما هو مبهم، أنفاسك بلدي وإيماني، وأصابعك شموع المشتعلة بوجه الظلمة والضباب. الأيام التي تمر من أمامنا تمر وكأنها رصاص وخناجر لا تصلح للحياة، وكلما لم يلمس قدميك لا يصلح لأن يكون حجرا. أخي، للعالم طرق مختلفة للحياة، أما أنا طريق الوحيد للنجاة هو أن تكون جنبي. أحبك، أحبك حين تقبل عيني، أشعر وكأن الله يعلمني ما معنى النعمة. وأحبك حين تنام جنبي وتغطني بذراعيك، أشعر وكأنك تكسر لي الكون على هيئة كريستال من النور حولي. أحبك يا أخي، سأغطي جرحك بلحمي وأمسح دمعك الوردي بدمي، وسأبني لك بيتا عاجيا من عظامي. أحبك يا سند روحي، أغمض عينيك وعانقني بقوة لتتحول الدقيقة لعمر. واو، شكرا. واو، كيف كانت ردة فعله لخيك لما سمع هيدي القصيدة؟ كان يقول لي دايما اكتبي لي شيء. يعني محظوظين بالبيت، اسم الله، الله يخليكم لبعض. وانا محظوظة كمان حبيبتي. لودي، شو هواياتك الى جانب الشعر والكتابة؟ كثير، يعني انا بحس الفنان في عنده كل شيء جواته، بحب يرسم، بحب يمثل، بحب يكتب روايات. فانا هلا عم بعمل بالوقت الحالي على كتابه روايه. واو. ورسمت شوي هيك طفيلات يعني من اللوحات، وكمان فتت مسرح حوالي 4 أشهر، كمان شاركت هيك بمسرحيه. لودي، خبرينا عن حكمتك وفلسفتك بالحياه. الحياه هي امل، تحدي، وعدم الاستسلام. عدم الاستسلام طبعا. وكيف بتشوف في النجاح، مفهومك للنجاح؟ المثابرة، الاستمرارية، والقوة.
يعني اسم الله عليك لودي. خبرينا عن حظك من الصحافة والإعلام، إن كان مواقع إخبارية أو تلفزيونات أو whatever، بتغطية أخبارك ونشاطاتك الأدبية والثقافية، هل كان في دعم من قبلهم لإلك؟ صراحة تكون صريحة وعادلة، أنا بحس يعني بشوف إنه أخذت الدعم من الخارج قبل من الداخل، يعني فينا نقول أنا بلشت النشر لإلي قصايد وبالجرايد بالسودان مثلا، بالعراق، بتونس، بالمغرب. حاليا إن شاء الله الجمعة الجاي عندي هيك مثل مشاركة عبر زوم بعتقد على بفرنسا بمارسي مع اعلامي، فنلت من الخارج ورجعت توسعت للداخل. ان شاء الله اكيد على امل هيك يكون في دعم من الكل، سواء على صعيد لبنان او خارج لبنان، شكرا. لانه بتستحقي كل تقدير بالفعل. حبيبتي شكرا. لودي، حابه هيك اسمع بعد كم قصيده، وحابين يعني الجمهور والمستمع يسمع كم قصيده كمان لإلك. يلا حقول قصيده للماما. قصيدة مهدتي لأمي. أمي تحت لحمها قمر حزين، في مساء بحري المزاج، أمي في كف الفضاء وحدها تشرب ماء ألمي الساخن، تقص شعرها الحريري المسدل فوق الغيم كي لا يحجب لي وجه الشمس، وتغسل أصابعي الوحلة بورق الصفصاف الندي، أمي على خديها ألف نجمة متعبة من عتمتي، في حنجرتها مئة فراشة ذهبية هاربة من عنق المخدوش بالرمل والصخر، أمي في السكون تراني خيالا شاحبا يشرب وجعها كي يصبح حقيقة، أمي يا لدمي كم يشتهي غسل شهر قاتك، ويا لروحي كم تتمنى أن تكون طيرا أبيضا يود أن يأكل كل الهموم المتحجرة في مقلتيك، أمي الصمت ينزف، أنا وأنت قريبان ولسنا معا، أصابعي بين أصابعك تكون سماء، أمي الصمت ينزف، قدما عمري عالقتان في السراب، أنا وأنت قريبان ولسنا معا. واو رهيبه لودي، يعني كان لنا شرف كثير كبير انه نستضيفك معنا بهالمناسبه المهمه، واكيد بنتمنى لك التوفيق دائما بمسيرتك الادبيه والشعريه وبالحياه ككل. كيف تحبي تنهي الحوار على طريقتك؟ انا بحب اقول قصيده كثير صغيره لانه هي فيها فلسفه، يعني كيف بتركها هي مثل اسئله. اوكي. قصيده فتوحات. ما الوردة خنجر، ما الخنجر كلمة، ما الكلمة حفرة، ما الحفرة مسيدة ماء، ما الماء عرش من الرماد، ما الرماد كهف ثلجي، ما الكهف قلب، ما القلب معصرة الزمن، ما الزمن عصب طير جريح، وما العصب رغبة ورهبة. واو شكرا. بيرفكت، يعني اسم الله عليك. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو لك. اتمنى لك التوفيق دائما بكل مسيرة حياتك. حبيبتي شكرا لاستضافتك الكريمة، وانا كثير انبسطت فيك. شرف لنا. ثانك يو.